إذن قبل بداية المباراة لغدا إن شاء الله على الساعة الخامسة متابعي المشاهدين قناة شو تي في كنشاهدوا حضور جماهيري كبير، حضور جماهيري اللي هو فوداد اللي كيساند اليوم الفريق ديالو اللي بنسبة كبيرة قدر أنه يصعد القسم الموالي. إذا فاز شارطش الفوز في مباراتين ضد الصفر السوداء ملعب الصفر السوداء وكذلك تعثر فريق النواصر. كيف ما كتشاهدوا معنا حضور جماهيري كبير مقارنه بانه مباراه في هواش مقارنه بباقي الفرق. هو فوداد المتصدر ضد متديل الترتيب مباراة القمة هنا ملعب الصخور السوداء. الجماهير في هذه اللحظات بالكاس قبل ما تبدا المباراه، المباراه اللي غتكون صعيبه Thank you.